ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. بعد التحية يا فندم، يعني هناك العديد من الملفات والتي يتم مناقشتها بشكل يومي في مؤتمر المناخ، يعني وأيضا ملف الطاقة هو واحد من أهم هذه الملفات وتحديدا إثر الأزمة العالمية للطاقة. يعني بعض الدول عادت مرة أخرى لاستخدام الفحم والوقود الأحفوري مرة أخرى لحل مشكلة أزمة الطاقة لديها، يعني ما رأيك في هذا التحول إلى الوراء أو سلبا؟ هو تحية طبعا في البداية لحضرتك وتحية المتابعين الكرام. هو زي ما حضرتك أشرتي، هو الأساس طبعا التحديات اللي بتواجه العالم في موضوع الطاقة الحالية والأزمة اللي موجودة. الحمد لله يمكن في مصر الحمد لله يعني ما فيش الأزمة دي، عندنا احتياطي وعندنا وفرة في الكهرباء واستقرار في التغذية الكهربية. ولكن عايز أقول لحضرتك إن المؤتمر قمة كوب 27 في شرم الشيخ كان هناك يعني من الجدية المناقشة خاصة بهذه الملفات، ويمكن من ضمنها الجزء الخاص بزيادة الإنتاج من الطاقة المتجددة والدعم الفني والدعم المالي كل الجهات. لو شفنا يعني رؤساء العالم كله موجودة بتؤكد على هذا الأساس، ويمكن بينظروا للخطوات اللي خدتها مصر في هذا المجال والتوسع في الطاقات المتجدده وعدد مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها بالنسبه للطاقه المتجدده وايضا الهيدروجين الاخضر. فالعالم رغم ان هو زي ما حضرتك اشرت الخطوه اللي تم اتخاذها للوراء، ولكن العالم بينظر باهتمام كبير جدا وبحذر شديد للتاثيرات السلبيه على المناخ، ويمكن جزئيه خاصه بالربط الكهربي بالنسبه ما بين مصر وبين اوروبا ودوره الايجابي في وصول هذه الطاقات المتجدده الى اوروبا مشروع مهم جدا وتم التاكيد عليه. وان شاء الله يبقى في يعني هو طبعا في اهتمام كبير جدا من كل الجهات يعني المعنيه بهذا الموضوع، ان شاء الله يكون له تاثير ايجابي بالنسبه لمصر والدول الاوروبيه. يعني كان هناك اشادات كبيره بنموذج المصري، نموذج الضبعه النوويه في حفاظها على البيئه، هل لك ان تشرح لنا اكثر كيف يتم او كيف تم هذا النموذج المصري وحصل على هذه الاشادات الدوليه؟ هو طبعا الطاقة النووية أو الاستخدام السلمية للطاقة النووية هو بيعتبر من الطاقة النظيفة، لأن هو لا يصدر عنه غازات الاحتباس الحراري. ويمكن النموذج المصري الحمد لله المفاعل أو المحطة النووية هتتم إن شاء الله في الضبعة، هي أحدث الطرق الموجودة من ناحيه الامان ومن ناحيه التكنولوجيا اللي موجوده، فتكنولوجيا عاليه جدا. وفي نفس الوقت يمكن عايز اقول لحضرتك ان اللي تم اخذه من خطوات سواء بالنسبه للطاقه النوويه او للطاقه المتجدده، ده تم وضع في استراتيجيه مصريه للطاقه من زمان لغايه 2035، وكان من ضمنها الحفاظ على البيئه. دي شيء مهم جدا، وعايز اقول لحضرتك ان يعني يمكن تم تحديد هذه الاستراتيجيه وكان موضوع فيها في النسخه الاولى الفحم النظيف او استخدام مصر الفحم النظيف، ولكن مع تحديثها والنظره الهامه للمناخ تم ازاله هذا النسبه مع تحديثها، واصبح لا يوجد ولا هو مخطط ان يكون في مصر فحم نظيف، وبالتالي بقى في اعتماد زي ما حضرتك اشرت على الطاقه المتجدده والطاقه الاستخدام السلميه للطاقه النوويه الممثله في الضبعه ان شاء الله في يعني تكون تضيف لهذا المزيج طبقا للاستراتيجيه وتوجيهات الرئيس للحفاظ على الطاقه النظيفه. أيضا مصر والاتحاد الأوروبي وقعا اليوم اتفاقيتين لتطوير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وذلك دعما للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نوفي. كيف ترى هذه الاتفاقية وأيضا مردودها على مصر؟ طبعا ده بيؤكد هو العلاقة لما بيننا وبين الاتحاد الأوروبي من زمان، ويمكن يعني الاتحاد الأوروبي قدم متعاون مع مصر في جزء خاص باستراتيجيه الطاقه من 2008،
وبالفعل نتج عنه استراتيجيه مهمه جدا، وايضا اللي تم توقيعه النهارده في خاصه بمذكره تفاهم لي خاصه بالاستراتيجيه التعاون ما بيننا وبين الاتحاد الاوروبي في الهيدروجين المتجدد الهيدروجين الاخضر، وايضا الجزء الخاص بالموافي. يمكن هناك خطاب اعتماد المساهمه الاتحاد الاوروبي لمحور الطاقه، وده محور مهم جدا في برنامج الموافي، يمكن بتصل الى حوالي تقريبا 35 مليون يورو، وده يعني ان شاء الله تبقى يعني شراكه وتعاون يكون ايجابي يعود بالنفع على المناخ وبكل مشتقات طبعا بالتاكيد. ان شاء الله تبقى يعني مصر تكون مركز اساسي في الطاقه النظيفه والهيدروجين الاخضر باذن الله. بالفعل ان شاء الله يكون له مردود اقتصاديا كبيرا على مصر وبالنفع على الكوكب باكمله. شكرا جزيلا الدكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء، كنت معنا عبر الهاتف.